Bon, quitte à la match déjà, sur le plan personnel, un nouveau poste que tu découvres, les haut relayeurs. Voilà. كي ملعب ماتش حمد الف اي صحيح موش زيد عليه برشا ما لعبت فمال دفاع غادي ان شاء الله عادي طرحي ان شاء الله نعاون الاولاد ان شاء الله نكون حاسم في البوست هذيك وان شاء الله ربي معي ان شاء الله حاسينك اكثر قرب من اللعب بلو بخي دو جو معناها كو بارابور البوست انيسيال نتاعك اللي هو مانور دو جو تاخذ كره اكثر بالكلير فويونس نتاعك باللي باس نتاعك حاسينك معناها خير النيفو نتاعك خير من البيريود اللي لعبتها مانور دو جو ماتش حمل الف ريليير وماتش المرسى لعبت كريجيسور اي ريجيسور ما فماش فرق بعيد ما أنا قلت لك كل ماتش وماتشو وكل شيء في المخ راه البريود هذه لازم نكونوا حاضرين فيها ولازم المخ يكون حاضر الحمد لله وكذا ميرسي يهب المساك يهب المساك أول مرة باش تلعب على التيتر بو بريسيون ماتش متعود عليها كيفاش تعيش الوضعية تاع الجمعة والله نعيش فيها توا بشوي بشوي معناها قاعد نحط في مخي في الكومبيتيسيون معناها انه يلزمني نكون واقعي في كل باس في نكون نلعب في كل كو فون معناها نكون الكره ما نخسرهاش ما حاجه معناتها مش كيما في جمعيه اخرى مش كيما تضرب على تيتر وترا ماتش مازال ولك ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله مدرب المستقبل قال بس مختار لي قال ثلاث ماتشات الجايين المتنقلين باش نلعبوا افون التصريح هذا اثرش فيك يخوفكم مش غدو هو باش يلعب بافون احنا باش نلعب بافون زيد دونك ما خوفنا حتى شيء ان شاء الله اللي يلعب خير سو التيران ان شاء الله يربح المستقبل جايب تقريبا سقط نحن تقريبا مش نربحوا غدو هام حاسم بالنسبه للترجي بالنسبه للمقابلات تو الجايين الكل حاسمين معنا ترى ماتش مازالوا ان شاء الله ناخذ فيهم 9 بوان ان شاء الله كل ماتش نكونوا حاسمين فيهم ان شاء الله نجيبوا فيهم 3 بوان كل ماتش ان شاء الله لكن ترى بارابور بالملاحق نتاعكم من نظرتي انتم غدوا مهمتكم تبدو سهله باعتبار ان المنافس من المستقبل جابس تقريبا فقد امل نوعا ما ما لازمش نخمو هكا لازمنا نخمو انه السيابي زاد تنجم تربح 3 ماتش نتاعها نحطوا في مخاخنا اللي نحن مستنيو حتى حد نربحوا 3 ماتش نتاعنا باش نضمنوا على كل شيء ان شاء الله ميرسي